جولة لمحافظ مطروح على المراكز الانتخابية بمركز النجيلة بمحافظة مطروح لتفقد التيسيرات والتسهيلات المقدمة للناخبين وتذليل العقبات، حيث أشاد محافظ مطروح خلال الجولة بالإقبال اللافت للمواطنين. الحمد لله بفضل الله، ده اليوم الثاني للانتخابات في بدايته، طمنا قبل ما نطلع من غرفة العمليات. الحمد لله جميع اللي جاي عندنا 200 لجنة، ال 200 لجنة فتحوا الحمد لله في التوقيت المناسب. والنهارده كان مرور ميداني على مركز مدينه النجيله، واحنا شايفين كده واحنا جايين في سكتنا، عدينا على قريه المساني وشفنا مدى اقبال الناس هناك، ثم عدينا على لجنه المعهد الازهري الكويتي وشفنا فيها يعني دي لجنه سيدات وشفنا حجم المشاركه من السيدات. الدايره كلها هتحقق نسبه كويسه جدا زي ما انت شايف مطروح. انا طبعا بعض الاخوه والزملاء واللي كانت شغاله كويس جدا، مرسى مطروح ان شاء الله باذن الله هتبقى نسبتها من اوائل المحافظات على مستوى الجمهوريه. اهالي محافظه مطروح عبروا عن سعادتهم بالمشاركه في هذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره واجب وطني. المشاركه والله كلها في حضور بسم الله ما شاء الله نسبه 60%، والناس تيجي تدي صوتها بنفسها من غير ما حد يقول تعالوا حاجه خالص، كل واحد يدي صوته يتوكل على الله. الحمد لله شغالين، واليوم الثاني والتوالي نفس اللي امبارح بالضبط ان شاء الله. اهميه الانتخابات في الفتره دي لأهمية المرحلة التي تمر بها مصر في هذه الأوقات الصعبة. فطبعا مصر مرت بمراحل يعني الحمد لله بفضل الله، أولا بفضل القيادة السياسية ومؤسسة الدولة وتكاتف مؤسسة الدولة مع الشعب، مرينا بأكثر من مراحل خطيرة، والآن الحمد لله الشعب وعى وأيقظ وأهمية المرحلة، فالشباب والكل جاي يشارك الحمد لله. ده النهارده احنا في وعي كبير للشباب وللحريم، ده اول مره يبقى بالشكل ده عندنا شباب ووعي للانتخابات. احنا بنجيبه عند اللجنه وبنقول له اتفضل ادي اللي انت عاوز تديله كحريه مطلقه. والنهارده احنا بيعتبر عندنا عيد الانتخابات، الفتره دي بيعتبر عندنا عيد. وتضم محافظه مطروح نحو 129 لجنه عامه و200 لجنه فرعيه. حراس البوابة الغربية أهالي محافظة مطروح على قلب رجل واحد من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وذلك لمستقبل أفضل للدولة المصرية. من مدينة النجيلة بمحافظة مطروح، أشرف مبارك، النيل للأخبار.